هايدي، دي أول أجازة أخدها من 4 سنين مثلا. طب وأول أجازة هتاخدها تقضيها جنبي هنا في المستشفى وفي السجن؟ دي غيرتيني أوي وغيرتي نظرتي لحاجات كتير. إزاي يعني؟ أنا ندمت إني جبتك هنا، وحاسس إن أنا حطيتك في المكان الغلط. كان المفروض أتحرك في الاتجاه التاني وأحاول أثبت براءتك، مش أغمي عينيا وأمشي ورا الأوامر وأدخلك السجن بإيدي. بس ده ما كانش كلامك في الأول. مش بقولك اتغيرت. لو التغييرات دي هتبوظ لك حياتك وشغلك فابعد عني أحسن. لا مش هبعد، وزي ما دخلتك هنا بالقانون هخرجك برضو بالقانون. هقولك على حاجة. قولي. أنا مش ندمان إن أنا حكيت لك على كل حاجة. كان لازم قبل ما أقولك إني بحبك إن أحكي لك على كل حاجة. عارفة بقى مين أكتر واحد في الدنيا نفسي أشكره وأقتله في نفس الوقت؟ مين؟ مروان أبو عرب. اشمعنى؟ عاوز أشكره لأنه لو كان بني آدم طبيعي ومش نصاب عمرنا ما كنا هنتقابل. عاوز أقتله عشان اللي عمله فيك. وأنا مع إني لسه زعلانة منك بس برضه عايزة أشكرك عشان أنت ما خذلتنيش، ما خلتنيش أفقد الثقة في كل حاجة حلوة بحس بيها.